الأخيرة اللي حصلت وبيان وقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي خلال امبارح والنهاردة. تمام، يعني طبعا اللي هو خاص طبعا بتوجيه الشكر لريني فايلر وإسناد المهمة للجنوب أفريقي بيتس موسيماني. طبعا اكيد كل الناس عارفه فايلر والقصه اللي انت اتكلمتوا فيها، يعني راجل عمل نجاحات كبيره مع النادي الاهلي طبعا، لكن في النهايه وصل لمرحله ان هو بيحاول يضع شروط لا تتناسب مع النادي الاهلي، وبالتالي فالنادي الاهلي رفض هذه الشروط وانتهت قصته وجوله شكر والراجل امور تمام. كان مهمه الاهلي البحث عن مدرب يعني يقدر يتعايش مع المرحله المقبله اللي داخل عليها النادي الاهلي. الاهلي بعد 17 يوم داخل يا استاذ جمال مرحله ماتش الوداد، فانت بتتصرف ازاي وبتفكر ازاي؟ لو جبت مدرب اجنبي من اوروبا ما عندوش فكره عن اي حاجه، اعتقد هو على ما يعرف اسماء اللعيبه ويفكر ويفهم الفرقه عايز له شهر، وبالتالي لا تستطيع ان تحاسبه على اي حاجه يعني. فانت محتاج حد يكون ملم بشكل كبير جدا، واحد بافريقيا اثنين بالنادي الاهلي، لان بطوله افريقيا ودوري الابطال هو الهدف الرئيسي للنادي الاهلي دلوقتي اللي بيستهدفه يعني. فكان التفكير في اما في مدرب وطني او مدرب يعني يكون عنده الرؤيه دي. تم التحديد على موسيماني ونبيل معلول، تم الاستقرار على موسيماني على اعتبار ان ده بالمناسبه ده الراجل ده بيمسك سان داونز من 2000 بقاله 8 سنين، 8 سنين من 2012 8 سنين، وبالتالي شارك بقاله 8 سنين بيشارك في دوري الابطال، ومن 2016 واخد دوري الابطال، لعب سيمي فاينال، وصل لدور الثمانيه، وصل لدور ال 16، قبلك اربع مرات حافظ فرقه الاهلي، حافظ الزمالك، حافظ الرجاء، حافظ الوداد. اذا عنده خبرات كبيره جدا، موجود عنده رغبه، عنده طموح ان هو يعمل حاجه مع النادي الاهلي، هو الانسب حاليا في الوقت، فبالتالي يعني تنطبق عليه مقاييس ومواصفات كبيره. صحيح في ناس بتشكك في هذا الامر، لكن الاختيار جاء بمنتهى الدقه وبتركيز شديد جدا لهدف انت عايز تعمله. اعتقد ان من وجهه نظري ان اختيار يعني رغم انه كان مفاجئ بالنسبه لي على فكره، انا كان مفاجئ ان اختيار موسيماني، لكن لما تقعد تفكر في الاسباب والاسباب اللي طرحتها اداره النادي الاهلي تجد انها اسباب وجيهه جدا ان هو المدرب المناسب لهذه المرحله. نتمنى لو جت ماء